زين عوض، اهلا وسهلا فيكي مره جديده بزهرة الخليج. اشتقنا لك هالمره بمهرجان ضيافه. خبريني كيف هيك شفتي الريد كاربت بعد يمكن اول ريد كاربت بعد انقطاع؟ صح، اول ريد كاربت. اهلا فيكم، انا اشتقت لكم كثير، مبسوطه بصراحه لانه كان هيك زي الحلم، السفر صار حلم، الطلعة صارت حلم، فإحنا محتاجين نشوف ناس، ننبسط، نعمل هيك روابط مع الناس مجددا، فلأنه الكورونا بعدتنا. كيف قضيتي كورونا خاصة أنه بالأردن سمعنا كان الوضع يعني صعب؟ صح، والله أنا أخذت الناحية الإيجابية، عملت أعمال حلوة إلها علاقة بالكورونا، عملت عيد الاستقلال، قدمت عيد الاستقلال بالأردن وكان كتير إشي حلو. برأيي بدنا نكون رول موديل، يعني بدنا نكون إحنا قدوة للحوالينا، فما كان فينا نستسلم، فكان جهاد على النفس، جهاد بكل شيء، فمرأت على خير، وإن شاء الله 2021 جد تكون أسهل. هذا اللي إن شاء الله. أنا كنت بدي أسألك شو أمنياتك بالسنة الجديدة على الصعيد الشخصي؟ هل في أعمال جديدة عم تحضريها؟ بعرف إنه في، بس يعني بدي إياك أنت تقولي. في أعمال، في مدلي لست سميرة توفيق جاهز، بده يعني عم نجهز تصويره، وفي أغنية عاطفية كتير حلوة بدها أجواء شتاء، وبليلة رأس السنة في مفاجأة إلي يعني في عمان في الأردن، و ست سميرة توفيق طبعا ندعي لها بالصحة، كانت مريضة شوي. أنت بلشتي مع خط سميرة توفيق اليوم، يعني بعرف عم تقولي أنه في مدلي، بس بعدتي شوي عن هذا اللون لتحققي شخصية زين عوض المستقلة؟ هلا برأيي أي إنسان بده يغني لمطرب من عمالقة الفن مش لازم يقلده كوبي بيست، لا لازم يحط يضيف شخصيته ما يبعد عنه كتير، فالتغيير بده يكون بالريميكس بالرتوش، ولكن الجوهر كل واحد يتصرف بشخصيته. طيب شو الأمل، شو هلا القادم يعني فيري سون؟ قلت لي في شيء على راس السنه، شو فيري سون؟ عم نحضر لراس السنه ان شاء الله، وراح تشوفوني بقالب غير المطربه، شيء جديد لانه تقديم. الناس تقديم، ناس حبتني بالتقديم. والاعمال اللي قلت لك عنها عم تتحضر شوي شوي، عم نطلع من هاي نفسيه القاعدين اللي في انه حضر، وان شاء الله تخلص ان شاء الله. بدنا هيك قبل ما نودعك تسمعينا الشيء بصوتك الحلو. حاضر. نقول بمناسبه اليوم الوطني للامارات، كل عام وهم بخير. مرحبا يا هلا حيب الشهامه، مرحبا بالصقور المخلصين، ضامنين الوطن صانوا احترامه، قدرهم عندنا عالي وثمين، هم حماة الوطن يوم ازدحامه، يوم ولد الردي كابي ومهين، جمعنا كالجبل عسر صدامه، والنشام لهم علم يبين. ومرحبا. شكرا زين، وشكرا على معايدتك، وكرام انت بخير كمان. وما بعرف اذا بدك تقولي شيء اخير لزهرة الخليج وقراء. بقول لزهرة الخليج وقراءها يعني كل الحب والتقدير لكم، وبتمنى فعلا عام 2021 تكون مميزة بالصحة والسلامة. شكرا. ان شاء الله. ثانك يو.